السلام عليكم، معكم رئيس مركز انتخاب لمنزل الأبطال ولاية سكيدا. لاحظنا في الفترة المسائية إقبال كبير ومليح مقارنة بالفترة الصباحية. نتمنى وتنتهي في ظروف هذا الانتخاب في ظروف حسنة إن شاء الله. الحمد لله، اليوم جيت أدليت بصوتي كمثل من جميع المواطنين وجميع المواطنين اللي عايشين في البلدية هذه، وبربي إن شاء الله الصوت تاعنا يكون للأجدر والأنفع اللي عنده نزاهة في هذه البلاد. بربي إن شاء الله الفوز والتوفيق يكون للأجدر بربي إن شاء الله، واللي عنده كفاءة ونزاهة ديما. تحية الجزائر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، احنا اليوم جينا كما يقولوا لدينا الواجب الانتخابي تاعنا، بيسك الفوت واجب علينا، ندليو بأصواتنا باش نعاونوا كما نقول الإنسان اللي يكون أقدر وأجدر، لأنه يدي كما نقولوا هذه مسؤولية كبيرة تاع باش يحكم كما نقولوا تحكم شعب كما هذا، ونتمناو إن شاء الله كما نقولوا تكون للأحسن، ونتمناو الأجدر هو اللي يطلع بربي إن شاء الله وتبقى على خير. احنا رانا في مكتب تصويت منزل الأبطال، جينا بربي إن شاء الله نديو الواجب الانتخابي تاعنا ونخيروا إن شاء الله اللي مثلنا ويكون كيما نقولوا إحنا يخدم الشعب هذا ويخدم البلاد هذه، البلاد هذه بارسكو ماتوا عليها الشهداء ربي يرحمهم، ونطلبوا العافية للوطن هذا. والسلام عليكم.